بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في الأسطورة 29. عنوان الأسطورة: ابن تيمية يستدل بأبلغ ما يقال لإثبات رؤيا العين. قال شيخ التيمية: فتبين أن القاضي ليس معهم ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم، وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه، فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤيا العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه. هذا من بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع في صفحة 288. أقول أولا وثانيا، لاحظ أنه يتحدث هنا عن قول ابن عباس في هذا مورد البحث، أنه يتحدث هنا عن قول ابن عباس وإثبات أنه أراد رؤية العين، أما آية النجم فلم يذكرها. ثانيا، أنه يقصد هنا الخبر الرابع الذي ذكره الرازي، حيث أن الخبر الخامس قد اعترض عليه شيخ التيمية وزعم أنه في المنام، وأكد على أنه في المنام بادعاء أنه ليس في واقعة إسراء، وأنه كان في المدينة وليس مكة. إذن لا يتحدث عن الخبر الخامس، وإنما يتحدث عن الخبر الرابع. الوجه الأول: قال الشيخ التجسيم الأسطوري: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه، أحدها أن يقال هذا المفهوم من مطلق الرؤية. إذن الوجه الأول أن يقال هذا المفهوم، أي رؤية العين، هذا المفهوم من مطلق الرؤية. أقول ماذا قال تيمية؟ قال أراد بالمطلق رؤية العين نقاط، لأن هذا المفهوم من مطلق الرؤية. أراد بالمطلق رؤية العين لأن هذا المفهوم من مطلق الرؤية، أي أراد بالمطلق لأنه من المطلق. لاحظ عندي هنا مطلق وعندي هنا مطلق. أراد بالمطلق رؤية العين لأن هذا المفهوم من مطلق الرؤية، أي أراد بالمطلق لأنه من المطلق. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، إضافة إلى أنه ناقض نفسه ومبناه في التفريق بين ما يحتمله اللفظ المطلق وبين ما يدل عليه. هو الذي بنى هذا، هو الذي أسس هذه القاعدة، هو الذي فرق بين ما يحتمله اللفظ المطلق وبين ما يدل عليه، حيث ذكرنا في أسطورة 24، في أسطورة 24 عنوان الأسطورة: رؤية العين بإجماع الأئمة وتدليس مارقة التيمية، في باء: ثم قال ابن تيمية: فدل الخلال بذلك على أن حديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وإنما هو ما رآه ليلة المعراج مطلقا. فالمطلق يحتمل أو يحتمل فالمطلق يحتمل رؤية محمد ربه، لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه. لاحظ يقول فالمطلق، أي اللفظ المطلق، فالمطلق يحتمل رؤية محمد ربه صلى الله على محمد وآل محمد، لكن فرق
بين ما يحتمله اللفظ، أي اللفظ المطلق، لأنه الكلام قال فالمطلق يحتمل، إذا لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه، هو الذي أتى بهذه القاعدة. استفاد وتستفاد رؤية العين من المطلق، وهناك رفض هذا. لاحظ، ليس عنده وحدة موضوع، ليس عنده مرجعية وقواعد وكليات يرجع إليها، فكر عشوائي، فكر انتقائي، فكر التقاطي، فكر تشويش وتشويه، فكر مغالطة وعناد واستكبار، ليس أكثر من هذا. فلا يعرف ماذا قال هناك. فدائما تجد بين كلام ابن تيمية التناقضات، حتى في مسافات قريبة لا تتعدى بضعة أسطر تجد ابن تيمية يناقض نفسه. لماذا؟ لأنه ليس عنده وحدة موضوع. الوجه الثاني، قال ابن تيمية: أبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين، الآن يقول الثاني، أي الوجه الثاني، الثاني لأن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وتأولت قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله وتأولت قوله وقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وذلك إنما ينفي رؤية العين. ابن تيمية يقول: وذلك، هذا الذي استدلت به السيدة عائشة، يقول: وذلك إنما ينفي رؤية العين، فعلم أنها فهمت من قول من قال أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، فهمت من هذا القول رؤية العين، فعلم أنها فهمت من قول من قال أن محمد رأى ربه صلى الله عليه وسلم محمد، فهمت رؤية العين. نفس المصدر في صفحة 288، هذا الوجه الثاني. أقول إذن الآن أتى بالوجه الأول والآن الوجه الثاني، حتى يستدل على رؤية العين ويستدل على أن الرؤية هي رؤية عين. أقول على الوجه الثاني وأعلق، أقول: أولا، إذا كان قصد شيخ تيمية أن السيدة عائشة رضي الله عنها في مقام الرد على ابن عباس حيث فهمت منه رؤية العين، فردت عليه على أساس هذا الفهم فنفت رؤية العين، فلا إشكال عندنا معه هنا، لأنه في مقام إثبات أن ابن عباس يقصد رؤية العين، وفهم أم المؤمنين لأنه يريد رؤية العين يصلح كدليل على ذلك، بمعنى أن أم المؤمنين عندما أجابت بإجابة، الإجابة تناسب أنها قد فهمت رؤية العين فأجابت بهذه الإجابة، فأتت بهذا الدليل، فأتت بهذه الشواهد القرآنية بناء على فهمها أن الرؤية رؤية عين. فإذا كان الكلام مع ابن عباس فنقول إذن هي فهمت وهي أقرب، وفي ذلك الزمان أن ما أن الذي يقصده ابن عباس هو رؤية العين، وانتهى الأمر، إذن هذا يدل على المطلوب. هذا أولا. ثانيا، أما إذا لم يكن كلامه لم يكن كلام تيمية، أما إذا لم يكن كلامه بلحاظ قول ابن عباس، بل كان بلحاظ إثبات رؤية العين مطلقا، من حيث أن ابن تيمية لم يأتي بذكر ابن عباس، في هذا الوجه، فقال ابن تيمية ماذا قال؟ قال ابن تيمية: أنها فهمت من قول من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهمت رؤية العين، أنها فهمت من قول
من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية العين، فهمت رؤية العين، وإلا لاحظ أقول ابن تيمية لا يقصد ابن عباس هنا، لماذا؟ وإذا كان يقصد ابن عباس فقط غلط هنا، أخطأ هنا، لماذا؟ لأنه قال أنها فهمت من قول من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فهمت رؤية العين. لو كان يقصد ابن عباس وإلا لقال أنها فهمت من قول ابن عباس أن محمدا رأى ربه، أنها فهمت من قول ابن عباس أن محمدا رأى ربه فهمت رؤية العين. فقد استعمل ابن تيمية قول من قال، استعمل عبارة قول من قال ولم يستعمل قول ابن عباس، فيفهم من كلام تيمية أنه يريد القول يوجد من يقول بأن الرؤية رؤية عين، حيث يوجد من فهم من قول أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أنها رؤية عين، بدليل أن السيدة عائشة فهمت ذلك منهم فردت عليهم. أقول وهذه مغالطة وجهل وخداع في الاستدلال، وهذه مغالطة وجهل وخداع في الاستدلال. فهل يوجد عاقل سوي يقول أو يقبل بأن يترك قول وتفسير وتأويل وحكم أم المؤمنين ويتمسك بالشبهة والشك والخطأ والجهل والضلال الذي وقع فيه السائل أو الذي نقل عنه السائل؟ تسمع عجبا من التيمية وأساطيرهم الخرافية.